مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 7 دي سبورت. وأكيد معنا أحداث على مدار الأسبوع سواء جوه النادي الأهلي أو من خلال الرياضة العربية والعالمية، ويلا بينا نبدأ حلقتنا على طول بالعناوين. الأهلي يستعد لمواجهة سان جورج الأثيوبي بعد انطلاقة قوية في الدوري. الأهلي يحقق انتصارا أفريقيا الأول في كأس العالم للأندية للسلة. منتخب مصر يتراجع في التصنيف الفيفا. بيريرا يعتمد التقييم الأسبوعي لحكام الدوري الممتاز. منتخب مصر للكرة النسائية يهزم جنوب السودان 4-0. وأكيد خلال حلقتنا معانا بقى تفاصيل كل الأخبار دي وأخبار تانية كمان، ويلا بينا نبدأ حلقتنا من عند الأهلي اللي بيحقق أفضل انطلاقة في الدوري للموسم الجديد بالفوز الكبير جدا على المصري البورسعيدي 4-0 وسط تألق لجميع اللاعبين، وهي أفضل نتيجة ممكن الواحد يبدأ بها الموسم صراحة يعني. رضا سليم النجم المغربي بيسجل أول أهدافه بشكل رائع مع النادي الأهلي، وإمام عاشور كمان اللي يعني بيعمل ماتش ولا أحسن ولا أروع وبيصنع هدفين وعامل أداء عالي جدا من أول ماتش دي الحقيقة يعني، الهدفين كانوا أحلى من بعض اللي صنعهم. وبيرستاو اللي بيسجل هدفين، وكمان كريم فؤاد اللي راجع من إصابة طويلة وبيشارك وبيسجل أول أهدافه بعد رجوعه من الرباط الصليبي في أول مباراة في الدوري الممتاز. حقيقة يعني سواء بيرستاو اللي هو كان من نجوم المباراة وواحد من الناس اللي بقى ليها شكل مختلف تماما مع مارسيل كولر من الموسم اللي فات وخد جائزة رجل المباراة كمان، واحد الحقيقة يعني أكتر شيء أضاف مارسيل كولر فيه هو بيرستاو وحسين الشحات، الطقم اللي قدام ده اللي كان ليه أداء مختلف خالص من غير مارسيل كولر بقى ليه شكل تاني خالص. الصفقات الجديدة أنا شايف كلهم جاهزين ما شاء الله من أول مباراة ليهم، وهم تحس إن هم بيلعبوا بروح الفانيلا الحمراء كلهم بصراحة يعني. سواء رضا سليم اللي هو جاي فعلا جاهز ان هو يبقى واحد من افراد عائله الاهلي ومن فريق النادي الاهلي، يعني بيلعب بنفس الاداء القتالي بتاع الاهلي، هو راجل فايتر من الاول وجاي عارف هو جاي يعمل ايه. امام عاشور اللي برده من اول لقاء لي وهو عارف كويس قوي ان هو جاي هنا مش بيهزر، هو جاي جعان بطولات وجعان لعب بشكل قوي، هو راجل برده فايتر ولاعيب دولي ولاعيب مش محتاج ان احنا نتكلم عليه كتير يعني. وحتى مش عايز انسى مورست اللي اتمرن 4 تمرينات ولعب ماتش 4 تمرينات بالظبط، يعني هو راح السعودية اتمرن جه هنا 3 تمرينات ولعب ماتش، وراجل لسه ما عرفش اسماء الفرقة ايه، فما نقدرش نقيم تجربة مودست كده يعني. هو راجل جاي مش محتاج تقييم، ده جاي من الدوري الالماني، جاي من بروسيا دورتموند، وجاي من حاجات احنا نفسنا بنتفرج لها بانبهار يعني. فبالتالي كل العناصر دي، ومش عايز انسى بقية الفرقة كلها يعني، حتى اللي نزلوا الشوط الثاني اللي منهم كريم فؤاد احرز هدف، كلهم بصراحة على اعلى مستوى. لقاء كان مستوى الفني وإدارة اللقاء فيه كانت رائعة جدا جدا جدا. تعالوا نروح نشوف تقرير عن فوز الأهلي على المصري ونرجع نكمل حلقتنا. هي فوز كبير ومهم في بداية الدوري، لكن زي ما تعلمنا في الأهلي بنقفل الصفحة ونركز في اللي جاي، والأهلي هيبدأ استعداداته لمواجهة سان جورج الأثيوبي في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. زي ما حضراتكم عارفين هو يوم الحد الجاي الماتش، مش عايز أغفل كمان دور الجهاز الإداري كله بقيادة الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي اللي بذل مجهود كبير جدا لإقناع الفريق الأثيوبي بخوض مباراة الإياب كمان في القاهرة، لأن ملعبهم غير معتمد من الكاف زي ما حضراتكم عرفتوا يعني. ودي خطوة مهمة لأنك مضغوط طول الموسم في سفر رايح جاي من دولة لدولة بسبب الارتباطات المختلفة والبطولات المختلفة اللي هيلعب بها الأهلي، وبالتالي خطوة زي دي بترفع الضغط عن الأهلي شوية. وبمناسبة الضغوط دي كمان عايز أتكلم في نقطة مهمة قوي، دايما بتلاقي حملات من السوشيال ميديا بتستهدف لاعبي النادي الاهلي خصوصا الجداد او اللي منورين او اللي عندهم موقف او حاجه مع جمهور يعني معين، يقول لك اصل كان فلان كان سهران ولا فلان كان على البحر ولا. يا جماعه ما ده طبيعي، اللاعب لما بياخد راحه سلبيه من حقه يسافر ومن حقه يروح البحر ومن حقه يبقى في مكان مع اصحابه، لكن بعض الناس اللي مش بتحب النادي الاهلي بتحاول تصدر المشاكل للعيبه، بتاخد صور قديمه بقى في اوقات اجازتهم واوقاتهم ما كانوا فيها بالشكل الطبيعي بتاعهم حياتهم الطبيعيه، وينشروها في وقت المباريات عشان تعمل حاله من البلبله واثاره الجدل. لكن جمهور الاهلي واعي جدا ومستحيل يقع في حاجات زي دي. انا يعني بس النقطه دي مهمه جدا، لان كل واحد حر ان هو راحته السلبيه الوقت اللي هو اجازه فيه، طالما ما فيش اي شبهه ليه او ما فيش اي حاجه بيعملها غلط هو حر،
هو من حقه ان هو يبقى مرتاح شويه مع اصحابه، شويه خارج، اي حاجه هو حر فيها يعني، مش هتضغطه كمان وقت الاجازه يعني، وتيجي تطلع صوره بقى وقت الماتشات تقول لك اصل هو ده دلوقتي في الحته الفلانيه. غلط غلط، مش حقيقي. النادي الاهلي متابع لعيبته كويس جدا، النادي الاهلي عامل سيستم للعيبته كويس جدا، في نظام غذائي ونظام نوم زي نظام التدريب بالظبط، فكل ده بيتابع جوه النادي الاهلي. مش عايز انسى كمان نقطه مهمه جدا، امبارح كان في اجتماع مهم جدا في النادي الاهلي بين كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان والكابتن احمد ناجي ومستر ميشيل يعني يكون مدرب حراس المرمى. اجتماع كان ليه ابعاد كتير جدا، تعاون يعني، يمكن كابتن خالد بيبو وجوده في قطاع الناشئين قبل كده مؤثر بشكل كبير جدا وهو مدير كوره في الفريق الاول، لان هو عارف القطاع ماشي ازاي، عارف الناس اللي في القطاع شغالين ازاي، فبالتالي استعان بالناس دي، يبقى في تعاون دايم بينهم، في فرص كمان للمجموعه بتاعت اللعيبه بتاعت الناشئين كلها، كل الفرق ودول هيتشافوا. مش بس امبارح، امبارح كان في تقسيمه بين الفريق الاول وبين قطاع الناشئين، ومستر مرصد كرة بقى متابع بشكل كويس جدا كل الامور اللي بتجري في القطاع، هو متابعهم من زمان، الراجل من زمان وهو بيبص على ناس، يمكن بيحضر ماتشات قطاع الناشئين معظمها، كل ما هو الوقت اللي هو فاضي فيه بيروح يحضر ماتشات قطاع الناشئين. لكن ارجع واقول لكم، وجود كابتن خالد بيبو وهو جاي من قطاع الناشئين مديرا لقطاع الناشئين وبيترأس مديرا للكوره جهاز الكوره في النادي الاهلي، ده مهم جدا لانه عارف تفاصيل كتير جدا اكيد شرحها لمارسيل كولر. وفي نفس الوقت كمان كابتن احمد ناجي وجوده مع مستر ميشيل ياناكون، الاثنين بينهم تعاون كبير جدا في حته حراس المرمى دي بالذات يعني، فبالتالي الامور دي كلها في الاخر المصلحه للنادي الاهلي، لفرق النادي الاهلي كلها في الكوره، والناس دي هيبقى في بينهم تعاون كالعاده يعني، كعاده النادي الاهلي. خلي بالكم على مدار تاريخ النادي الاهلي دايما بيبقى في ارتباط بين قطاع الناشئين والفريق الاول، ده العادي بتاع النادي الاهلي، مش دلوقتي بس، لكن كابتن خالد بيبو عشان طالع من قطاع الناشئين فهو عارف ابعاد الامور دي كلها في قطاع الناشئين. انا عجبني جدا هدوء كابتن خالد بيبو يا جماعه، انا عجبني جدا الطريقه اللي بيتعامل بيها، يمكن طريقه مدير الكره في النادي الاهلي على مدار التاريخ مختلفه، كل شخص ليه طريقته وليه يعني، كابتن سعد عبد الحفيظ كان ليه طريقته، كابتن طارق سليم كان ليه طريقته، راجل ما كانش بيقوم من الدكه وهادي وما حدش سمع صوت كابتن طارق سليم، كان ما بيطلعش في انترفيوهات حتى، لكنه كان حازم جدا وصارم جدا، وكان دايما ادارته للفريق كانت بقوه يعني. كابتن ثابت البطل نفس الكلام، كل واحد ليه طريقته. كابتن خالد بيبو انا عجبني هدوءه جدا، عجبني الراجل ده هادي متزن، عارف يتعامل مع الامور كلها في الفرقه، سواء مع اللاعبين او الامور الاداريه اللي احنا لحد دلوقتي شايفينه ماشي كويس جدا بشكل كويس جدا. بلاش مقارنات اسماء ببعض جوه النادي الاهلي، كل واحد ليه طريقته، كل واحد ليه شخصيته، كل واحد بيأدي دوره في المرحله اللي هو جاي ليها، وكل واحد بياخد حقه من الاحترام والتقدير داخل النادي الاهلي يعني. مش هنعمل مقارنات، مش هنقدر نعمل مقارنات، لان كلهم عظام جدا، من اول حد كان في المنصب ده لحد دلوقتي كل الناس اسماء عظيمه جدا، وشرف لكل الناس انها تبقى موجوده في المكان ده، فبالك لما واحد من اولاد النادي لازم يلاقي الدعم الكامل من كل الناس، وهو بالتالي راجل يستحق وجوده في المكان ده لانه اثبت نجاحاته قبل كده. تعال نروح بقى للدكتور احمد جاب الله. دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، قال ان بيرستاو تعرض لكدمه شديده في العضله الاماميه اثناء مشاركته في اللقاء المصري، وقال كمان ان اللاعب ادى جلسه علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق الذي اجرى امس، وسوف يخضع للفحص الطبي اليوم عشان يحسم موعد انضمامه للتدريبات الجماعيه. طبعا هو عامل لقاء ما حصلش، وكان كل اللقاء فيه قوه وفيه التحامات، ويمكن مدافعين النادي المصري كان فيه بينهم خشونه شويه، ولكن الحمد لله بورستاو عقليته قتاليه، عقليه لعيب محترف، هو بيحب النادي الاهلي قوي، وحتى في الحوارات اللي عاملها مع منتخب جنوب افريقيا والصحافه الجنوب افريقيه هو بيتكلم عن النادي الاهلي كويس قوي، وبيقول بنكسب 5 بطولات وعايزين نكسب تاني، عايزين نكسب زيهم تاني في الموسم الجديد. دي عقليه لاعب محترف، وعقليه واحد عرف معنى الاحترافيه في النادي الاهلي تحديدا، عرف ازاي جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، ومستواه اختلف تماما تحت قياده مستر مارسيل كولر الحقيقه يعني. راجل مادي مباراه نموذجيه، التحام لحد واحنا كسبانين 4 بيلتحم الراجل وعايز يجيب الخامس يعني، راجل الحقيقه جامد جدا يعني. نخش بعد كده بقى على مسج عايز او رساله عايز اوصلها لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي الوفيه، واللي بالتاكيد هتكون بتسعى كالعاده لمسانده فريقها في لقاء يوم الاحد المقبل امام سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. عليكم بسرعه استخراج الفان اي دي للموسم الجديد، طبعا الفان اي دي كل موسم بيتجدد، فانت لازم تطلع الفان اي دي للموسم الجديد عشان تتمكن من دخول المباريات، وان انت تشجع فرقتك بقى في الخطوه الاولى لمشوار الدفاع عن اللقب الافريقي. طبعا فرصه كبيره جدا لمشجعي الاهلي اللي وحشهم المدرجات بكل تاكيد، لان
النادي تلقى موافقه من الجهات الامنيه على حضور 30,000 مشجع لمباراه سان جورج، وده عدد كويس جدا بالنسبه للمباراه في ادوار تمهيديه. ده طبعا بيدي تفاؤل كبير جدا لبعد كده كمان. جمهور الاهلي يستخرج الفناي دي ويكون متواجد لدعم الفريق في المباراه. وطبعا انتوا عرفتوا الاسعار اللي اتعرضت النهارده، المقصوره الاماميه 350 جنيه، الدرجه الاولى 150 جنيه، والدرجه الثالثه 75 جنيه. وطبعا الاهلي هيكون عنده حماس كبير جدا عشان يحافظ على لقب دوري ابطال افريقيا اللي حققه السنه اللي فاتت على حساب الوداد المغربي. واكيد جمهور النادي الاهلي سعداء بتالق واللي احنا شايفينه من الصفقات الجديده ده، كل مباراه المباراتين اللي عدوا ومباراه المصري تحديدا، رضا سليم وامام عاشور ومودست قدموا مباريات كبيره جدا جدا جدا. انا زي ما قلت لكم كل واحد فيهم بالنسبه للمشاركه الاولى لي، هو طبعا انت لما تيجي تتكلم عن واحد عامل فتره اعداد سواء امام او رضا، عاملين فتره اعداد فجاهزين. مورست اللي ما لحقش يتمرن اربع تمرينات ايضا كان ليه دور وكان ليه لمسات في الماتش واضحه جدا، رغم ان هو لسه زي ما قلت لكم ما عرفش اسماء اللعيبه. تعالوا نشوف تقرير عن تالق اللعيبه دول امام المصري والفوز الكبير على المصري، ونرجع نكمل حلقتنا. في فرق ان انت تعمل فتره اعداد كويسه وتبني على الفريق اللي معاك بالكامل، بيبقى المنظر بالطريقه دي، ان الصفقات الجديده ما تحسش ان هي جديده، تحس ان هم بقالهم كتير في وسط الفرقه. يعني رضا سليم انا حاسس ان هو ده ثالث رابع موسم ليه من كتر ما هو، انا حاسس ان واخد على اللعيبه. امام نفس الكلام، هي صفقات باينه ومن اول يوم ليها باين ان هيبقى ليها دور كبير جدا على مدار الموسم. تعالوا نروح بقى لخبر محزن جدا، خبر حزين الحقيقه، يخص لاعبنا وناشئنا عمر سيد معوض، لاعب فريق الشباب بالنادي الاهلي، اللي تعرض خلاص رسميا كده يعني للاصابه بالرباط الصليبي بعد ما كان في فتره معايشه مع نادي ريال بيتيس الاسباني زي ما حضراتكم عارفين. يعني الماتش الاخير ليه في قطاع الناشئين اتخبط خبطه جامده شويه فطلع الموضوع رباط صليبي. تمنى النادي الاهلي الشفاء العاجل لمهاجم فريق الشباب عمر سيد معوض من خلال الصفحه الرسميه للنادي. الحقيقه خبر حزين جدا، لان لاعب شاب مميز بيبدا مشواره، كان عنده عرض من ريال بيتيس الاسباني، تيجي له اصابه في التوقيت ده، لكن الاصابه قدر زي ما حضراتكم عارفين، وبالتاكيد بالعزيمه والاصرار يرجع احسن من الاول كمان. الف سلام عليك يا عمر. الحقيقه يعني بتبقى صعبه شويه في المرحله الاولى دي، ان انت ناشئ صغير وتجرب اصابه بالقوه دي وانت لسه سنك صغير قوي. ربنا معاك وان شاء الله ترجع اقوى من الاول. انت الحمد لله ان الموضوع يعني ايه جالك بدري، تقدر تتعافى منه ان شاء الله وترجع احسن من الاول. وانت عندك، انت راجل مميز ان انت فايتر في الملعب ومقاتل، فاكيد هتبقى برضو ترجع بنفس القوه دي في اقرب وقت. نروح بعد كده لواحد من نجوم الزمن الجميل بقى، جيلبرتو. النهارده بيحتفل النجم الانجولي جيلبرتو بعيد ميلاده ال 41، وهو من اللعيبه اللي عملوا شهاده، يعني عملوا مع جمهور النادي الاهلي بصمه كبيره جدا، شهره كبيره جدا، وليهم رصيد في قلوب كل جمهور النادي الاهلي. جيلبرتو كان احد ابرز لاعبي الجبهه اليسرى في النادي الاهلي على مدار تاريخه، يعني لما تعد كده 1 2 3 يبقى لازم يبقى في الثلاثه الاوائل. حقق كل البطولات اللي ممكن يحققها لعيب اجنبي مع النادي الاهلي، وحقق مع الجيل الاعظم في تاريخ النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين. جيلبرتو حقق كل البطولات، شارك في اول مشاركه في كاس العالم. هيفضل جيلبرتو واحد من النجوم اللي ليهم مكانه خاصه جدا عند جمهور النادي الاهلي، مش بس الاسباب الفنيه، راجل منتمي ولحد دلوقتي لما النادي الاهلي بيحتاجه بيلاقيه، لما بيتاخد رايه في لعيب افنجولي ولا في اي حاجه من الحاجات اللي بيبقى بينه وبين النادي الاهلي بتلاقيه. الحقيقه يعني ان هو حقق مع النادي الاهلي تاريخ كبير جدا، واخلاصه للنادي الاهلي مستمر لحد النهارده، وعشان كده بنفتكره دايما. بنفتكر دايما الرموز اللي زي اللي احنا يعني بنتعامل مع رموز كبيره سواء اجنبي او مصري. علي معلول هيبقى ليه نفس المصير بعد كده، لانه لعيب ادى للنادي الاهلي بمنتهى الاخلاص. كل اللعيبه الاجانب وما زال بيؤدي وعنده فرصه ان هو يؤدي اكتر واكتر واكتر، وهيجيب بطولات كتير كمان في الفتره اللي جايه. فكل الاجانب بيتعاملوا زي اولاد النادي بعد كده زي ما شفتم مع جيلبرتو كده. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن انجاز تاريخي عمله النادي الاهلي في كره السله النهارده في كاس العالم للانديه، انجاز مش عادي يعني، بس نطلع فاصل ونرجع نتكلم عنه. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بقى عشان نتكلم عن انجاز اللي انا هقوله دلوقتي ده، تصنفه في الكوره كده كان نادي مصري كسب ريال مدريد في كاس العالم للانديه بالظبط، ما يقلش عن كده. لما فريق مصري يفوز في كاس العالم للانديه في كره السله على فريق امريكي هي نفس الحاجه. فريق كره السله بالنادي الاهلي الاول النهارده انتصر في النسخه الحاليه من كاس العالم للانديه لكره السله على حساب اجنايت الامريكي بنتيجه 82-76، وسط تالق لجميع اللاعبين وعلى راسهم طبعا نجوم الفريق ايهاب امين والجندي وسيف وكيجو اللي بيلعب النهارده اول مباراه ليه يبقى مصري الاهلي، والمحترفين في كل اللاعبين الحقيقه عملوا مباراه كبيره قوي. يعتبر فوز الاهلي النهارده ده هو الاول لقاره افريقيا في كاس العالم للانديه بعد 25 خساره، ادي اول حاجه. يعني ممثل القاره الافريقيه
اول مكسب ليهم النهارده، كمان الفوز المصري الاول على فريق امريكي في اي بطوله رسميه. تاني حاجه، مباراه ممتعه كان الاهلي فيها هو الافضل من بدايتها وحتى نهايتها، وحقق اول نقطتين ليه في كاس العالم. عندنا بكره مباراه تانية طبعا امام الفريق البرازيلي، طبعا هتبقى لقاء تحدد كمان تخليك تلعب على الثالث والرابع، انت ان شاء الله هتلعب على الثالث والرابع، فيعني مباراه الدفع قويه جدا، ثقه كبيره جدا. حصد مصطفى كيجو جائزه رجل المباراه في اول لقاء ليه بخميس النادي الاهلي منذ انضمامه هذا الصيف، وسجل كيجو 10 نقط وحقق الدبل دبل بعد تحقيق 13 متابعه ناجحه. بينما بقى نجمنا ايهاب امين اكثر لاعب الاهلي تسجيلا للنقاط ب 15 نقطه، وليه عمر طارق ب 14 نقطه، ثم نوريس كول المحترف ب 13 نقطه، وكيجو اكثر لاعب الاهلي تحقيقا للمتابعات النجحة ب 13 متابعة، يعني عمر طارق ب 11 متابعة، ونجح إيهاب أمين في تسجيل 4 ثلاثيات كأكثر لاعبي الأهلي تسجيلا لها، ولي عمرو الجندي طبعا ب 3 ثلاثيات طبعا نجحة. وكمان فريق السلة ممتع جدا مع أجوستي بوش الحقيقة، يعني مستر أجوستي بوش عمل فرقة بتنافس في كأس العالم للأندية وبتكسب فريق أمريكي، وإن شاء الله يكون لهم إنجاز كبير في البطولة دي. يعني أنا مش عارف أقول لكم اللقاء ده أهميته بالظبط كأن الأهلي كسبان ريال مدريد بالظبط. لمزيد بقى من المفاصيل هنروح لمداخله مهمه جدا مع زميلنا العزيز محمد ناجي الناقد الرياضي المتخصص في العاب الصالات. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي محمد. اهلا وسهلا عبد الرحمن. اولا قول لي رايك في مباراه النهارده ونتيجه النهارده. اكيد مبروك لكل الناس ومبروك لكل الاهلاويه. مطار صعب جدا، مطار مهم، تاريخي، زي ما انت عايز تقول قول يعني زي لا، وارقام قياسيه كتير قوي. احنا النهارده ارقام قياسيه، انت تقريبا احتكرت المناصب بتاعه المباراه كلها. يعني بص، انت النهارده الفرقه لو هتتكلم انت ليد على فريق امريكا من اللحظه الاولى في الماتش. انت الربع الاولاني هم قدروا انهم يطلعوا علينا بونت بفضل ان هو كان في لعيب من عندهم قدر انه يتعادل وياخد وان مور، يعني ياخد رميه حره اضافيه. فهو ده الحاجه الوحيده اللي كان، او التوقيت الوحيد اللي فرقه امريكا طلعت علينا فيه بوم. خلصت 21-20 باستثناء كده الاهلي طول الجيم هو ماشي ايقاع الماتش زي ما الاهلي عايز، ودي كانت من ضمن اهم النقط اللي الاهلي كان لازم يشتغل عليها. احنا لو كنا رحنا في سكه تمثيل مشرف والكلام ده طبعا معاك يعني، وغير انت هتلعب الجيم زي ما هم عايزين، لا الامور كانت هتبقى صعبه. كنت هتشوف، انا اتفرجت على الماتش يا محمد، انا شايف مستر اجوستي بوش هو اللي بيقود المباراه للطريقه اللي هو عايزها. يعني هو انا بقول من بدايه الجيم وهو فرض ايقاعه، انا هلعب بالطريقه دي، انا فرقتي هتنفذ التعليمات اللي واخداها. حتى في بعض الاحيان لو خدت بالك كان بيطلع المحترفين وايهاب امين وهو عارف هو بيعمل ايه كويس، يعني بيلعب تحت الباسكت شويه، بيقفل عليهم شويه. يعني انا من الشويه اللي انا اتفرجت عليهم في الماتش، لا هو فعلا هو اللي بيقود الماتش للطريقه اللي هو عايزها. يعني انا عارف امتى اريح حتى العناصر الاساسيه بتاعتي، والبودله مش هينزلوا، فبالبلدي يعني ابتدى ايقاع الجيم يقع، او ان هو الفرقه بتاعتي هلاقي الكيرف بتاعها نزل. لا هو عارف امتى يتدخل، هيتدخل بعناصر هتكون عامله ازاي، يريح بيهم اللعيبه الاساسيه، ابدا ان انا اللعيبه دي حتى اللعيبه اللي ما بداوش الماتش، عشان مبدئيا احنا دايما كنا نقول الكلمه دي بالنسبه للباسكت، انت يعني بالنسبه للجيم انت ما عندكش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، فرقه الاهلي كلها نجوم. طبعا انت القصه بس كلها ان الخمسه اللي بيبداوا الجيم بيجي من وراهم اللعيبه اللي من تحت، بتريح بقى اللعيبه دي شويه، بتخلي اللعيبه تخش في الجيم واحده واحده. يعني النهارده هو من ضمن ذكاء مستر جوستي انه ما بداش مثلا بكيجو، سابه خالص تقريبا اول كوارتر ونص. ده كيجو ده قصه لوحده النهارده، اول مشاركه ليه مع النادي الاهلي ويعمل اللي هو عمله ده. لا انفجر طبعا. يعني انت وبالمناسبه هي دي مش جديده، يعني علاقه بينهم وبين بعض، هم خلاص حافظين بعض وحافظين طريقه فكر بعض بالنظره بالظبط. هو كده كده كيجو كان يعني كان مستر جوستي دربه وهو بيدرب في الزمالك. ايوه نادي الزمالك. وكان نسخه يعني مرعبه كيجو لما كان موجود معاه، اضافه قويه جدا لفريق السله الحقيقه كيجو بصراحه. بص مستر اوجوستي كل العناصر اللي موجوده معاه واللي موجوده في قائمه الاهلي هو قادر ان يشتغل عليهم. اقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه دلوقتي، انا حاسس ان هو نسخه الباسكت بتاعت مستر كولر، مش اي لاعب يخش النادي الاهلي، مش اي حد يبقى موجود في السكور، انا اتحكم في كل الفرقه بدون ما حد يفرض عليا اي حاجه. يعني هي النسخه بتاعت مستر كولر في الباسكت بالظبط. صح ده حقيقي. احنا النهارده بقى يعني خلينا نروح شويه لموضوع الارقام. انت كنت طبعا بتستعرض كل الارقام اللي انت كنت
بتتكلم عليها دي ارقام مهمه جدا طبعا لازم نقف قدامها. النهارده مبدئيا الاهلي بيلاعب النايت الامريكي ممثل امريكا بطل الجي ليج. الجي ليج ده الدوري اللي تحت الام بي اي مباشره. كل النسخ اللي فاتت يعني انت انا بس عشان يعني في نظر سريعه كده نقول للناس النسخ دي الناس كانت فاكره ان دي النسخه الثالثه او الرابعه من كاس العالم او انتر كونتيننتال. لا دي النسخه الثالثه او الرابعه بمشاركه افريقيه بالطريقه دي. الله ينور عليك. دي نسخه رقم 33. النسخه البطوله الاول كانت بدات انها بتبقى عباره عن بطل اوروبا بيلعب بطل امريكا الجنوبيه على غرار نفس الفكره بتاعه كره القدم اصلا بالزبط. زمان كان بيبقى نفس القصه ان هو بطل انتر كونتيننتال الله ينور عليك بطل امريكا الجنوبيه مع بطل اوروبا بيلعبوا بعض. بعد كده الاتحاد الدولي حب يحط بقى انه لا لازم الامور تبدا تاخد ان القارات الثانيه دي ما لازم تشارك لازم يبقى ليها ممثل لازم. فبدات القصه ب 2021 اللي كان الزمالك كسب فيها بطوله افريقيا تحت رعايه الام بي اي فكانت دي اول مشاركه لفريق افريقي. الزمالك بالرغم من البطوله كانت موجوده على ارض مصر وعلى صاله الدكتور حسن مصطفى ما قدرش يفوز باول ماتشين اللي هو الماتشين اللي لعبهم. خسر من بورجوس الاسباني بطل اسبانيا وبطل الدوري الاوروبي في مباراه الافتتاح. بعد كده خسر من ليكلاند ماجيك الامريكي في المباراه الثالث والرابع. السنه اللي فاتت كان اتحاد المنستيري التونسي كان هو بطل بطوله البال رقم 2 وشارك في كاس العالم للانديه السنه دي. البطوله اقيمت في فبراير 2023 احنا فيه عشان هم كانوا عايزين يبداوا ان خلاص هتبدا البطوله تبدا تركب على نفس المواعيد اللي الاتحاد الدولي عايز يبدا يحطها لان احنا كده اوريدي في عندنا نسخه من بطولات البال موجوده بس ملهاش مكان. فبناء عليه حطوا ميعاد البطوله في شهر 2 اللي فات. هذا المنسي شارك في البطوله كانت بتلعب في اسبانيا خسر برضه نفس الماتشين برضه من بطل اسبانيا وبعد كده من بطل امريكا. الفروقات كانت كبيره جدا. انا عايز اقول لك انه الاتحاد المنسي خسر 112-42 فكان ضعف أداء تقريبا صعب جدا لممثل افريقيا. يعني انت بتتكلم في انه تريبل رقم يعني الموضوع صعب جدا يعني. فالناس كلها النهارده متخيله انه يعني الجيم هيكون اسهل ما يمكن انه الاهلي هيكون خاصه كمان ان عايز اقول لك ان كان الممثل العربي اللي موجود معانا في البطوله كان عنده ماتش اللي هو نادي المنامة البحريني كان عنده ماتش الافتتاح النهارده في المباراه قدام نادي بون تيليكوم الالماني خسر 105-50 فيعني بتتكلم في 55 نقطة فرق. الاهلي طول الجيم انت انا واحد من الناس كان عندي يقين انه الحظوظ قريبه ما بقولكش ان انا كنت يعني لا انا اتفرجت على الماتش يا محمد انا حاسس ان احنا قريبين دايما واحنا اللي راكبين احنا اعلى كمان يعني ده حقيقي. بص ما انا بقول لك انت حتى ممكن تقول ايه انه هيجي في وقت مش هنبقى موفقين مش عايزه تدينا طيب البدني ممكن ما يساعدناش لكن انت النهارده لا بامانه انت كل حاجه معمول حسابها انت اللعيبه نفسها مصدقه والكلمه دي انا كنت لسه بتكلم فيها امبارح كنت في 10 لا ده الكوارتر الرابع لو تاخد بالك يا محمد هاب امين نازل لا بيلعب بيبطئ الريتم عشان احنا فارقين 7 نقط وبتاع انا خدت بالي ان احنا بتتحكم في ريتم الماتش ريتم الماتش بقى بتاعك يعني. فبقول لك امبارح كنت بتكلم عن هاند وكريم في نفس النقطه انه الاهلي جاي مش راهب فكره ان المشاركه في كاس العالم من الانديه. انا عندي 5 لاعبين من ضمن لاعبي الاهلي الاساسيين كانوا موجودين مشاركين مع منتخب مصر في كاس العالم للمنتخبات اللي لسه خلصانه من 20 يوم يعني. وانت اللعيبه نفسها قدرت انها تحقق انتصارين في كاس العالم للمنتخبات لاول مره في تاريخ مصر من 25 سنه 23 سنه من فتره بعيده يعني. طب ده هيوديني ليك معاك هل الفروق الفرديه بتاعتنا بقى دلوقتي لعبتنا فرديا الناس اللي جت من امريكا ودرست في جامعات في امريكا ولعبت باسكت في امريكا زي ايهاب امين مثلا وغيره كتير وعمر طارق الناس دي فرقت معانا فرديا في الفروق الفرديه اللي كانت بيننا وبين الناس اللي بره دي؟ اكيد وهو ده كان من ضمن الحاجات حتى لما كنا بنتكلم على كره السله المصريه بشكل عام مش على انه هو اكيد الاهلي الدعم الاساسي لمنتخب مصر والمنتخبات الوطنيه في كل طبعا الاعمار السنيه يعني. لكن احنا وهنتكلم على انه كره السله المصريه انت عشان تقدر تقول بقى ان انا اقدر اروح لمكان كويس ومكان بعيد في كاس العالم خصوصا ان انت احنا السنه دي كان كاس العالم كان حظنا بس وحش في انه هو بصفه مباشره مؤهل للاولمبياد فانت مشينا كويس كنا في منافسه قويه جدا بيننا وبين جنوب السودان لغايه الامطار الاخيره. احنا القصه كلها ان احنا كنا محتاجين نفوز بعدد نقاط
معين عشان تقدر تضرب الرقم اللي هتكون جنوب السودان. برضه نوضح حاجه محمد، ان فرق جنوب السودان دي محترفين كلهم، واحنا كنا واخدين منهم محترف يساعدنا في وقت من الاوقات يعني. نوني موت وكان واخد افضل لاعب في بطوله افريقيا. مظبوط، عشان بس انت بتيجي في دماغك السودان، لا السودان دي اطوال مش عاديه، ولاعيبه الباسكت مش عاديين يعني. لا ومش اطوال بس، مرونه، رشاقه، قوه، كل حاجة، سرعه، كل المواصفات. والدليل على كده ان في 8 منهم موجودين في NBA، والباقي في الفريق في الدوريات الاوروبيه ودوريات كوريا، دوريات تنافسيه ودوريات قويه جدا ومستويات عاليه. ف يعني مش جنوب السودان مش اللي هي حد قليل، او انت بتتكلم على لا دي ده فرقه كبيره جدا في افريقيا يعني. طبعا طيب هتكون منافس قوي جدا طبعا في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. بص قول لي بقى، بكره احنا معانا لقاء مع الفريق البرازيلي، واللقاء ده ممكن يحطك ان انت تلعب على ثالث ورابع وبتاع والجو ده. قول لي فرصنا في الماتش ده ايه؟ ماتش الفرقه البرازيليه دي قوتها ايه؟ هو بعد اللي حصل النهارده الناس بقت احلامها وطموحاتها مش ان انت توصل، لان انت حتى الناس شايفه انه لا احنا نوصل فاينل بكره. اوصل فاينل، انا ما لو كسبت بكره يبقى انا ضمنت وصلت فاينل. بالظبط. يعني في سريع كده عشان نقدر نشرح للناس نظام البطوله، هي البطوله مقسمه لست فرق، ثلاثة في المجموعة الأولى وثلاثة في المجموعة الثانية. احنا هنتكلم على مجموعتنا احنا، الأول فريع الأهلي وإجنة الأمريكي وسيسي فرانكا البرازيلي. الأهلي خلاص قدر إنه يحقق أول انتصار. ده يحطك إن أنت تلعب ثالث ورابع دايماً الأول، أول انتصار ده ممكن أنت كده ثالث ورابع. أنت على الأقل مينيمم، مينيمم رابع. فكرة إن أنت ثالث ورابع، كسبنا بكرة أول وثاني. أوريدي هتبقى أول وثاني، لأن أنت الأول من مجموعتنا هيلاعب الأول من المجموعة الثانية، واللي هو بنسبة كبيرة جداً هيكون بون الألماني، بون تيليكوم الألماني. بفروق كبيره، لان كمان كره السله الالمانيه تطورت بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، والدليل على كده ان منتخب المانيا قدر ان هو يفوز بكاس العالم. مظبوط. النسخه اللي لسه خلصانه بنتكلم عليها من 10 ايام ولا حاجه، انه المانيا قدرت انها تفوز بلقب بطوله العالم بعد مشوار طويل جدا من النجاحات، ما خسروش ولا مباراه طوال مسيرتهم في كاس العالم. بعد كده نتكلم برضو حتى انه امريكا بعنفوانها وقوتها دي، الدليل انه كرة السلة تتطور بشكل كبير جدا. امريكا بعد خسارتها لانه لقب كاس العالم وانها ما تقدرش انها تتحقق على تحصل على ميدالية في كاس العالم، جمعت فريق الاحلام زي ما بيقولوا وهيشاركوا بيهم في الاولمبياد. يعني انت هتلاقي بقى ليبرون جيمس وهتسمع اسماء. لا خلي بالك كمان امريكا كرة السلة. امريكا سنويا في الام بي اي انت بتستقطب اللعيبه الافارقه كلها الجامده، اللعيبه الاوروبيه كلها الجامده، فاوريدي هو الام بي اي قوي جدا بالمحترفين. لكن منتخب امريكا نفسه هتلاقي لا، ممكن يكون في منتخبين منافسين ليه كتير كمان، لان الام بي اي اغلبه بقى محترفين دلوقتي. بقى اغلبه محترفين بقى في عندك فعلا، بس لازال هو انت القصه طبعا الدوري الاقوى والمنتخب الامريكي الاقوى ده كده كده في العالم يعني. بس لعيبه امريكا ما بتحبش كتير انها تروح تلعب كاس عالم، تروح تلعب يعني بتبقى شايفه عشان تجاريا هم ادا كوميرشال وايز يعني. لا الام بي اي عندهم فلوس كتير قوي، واي حاجه ثانيه ارخص من الام بي اي يعني، هم بيبصوا لها كده. ده حقيقي يا عبد الرحمن، يعني انت الام بي اي انت نجوم الكوره العالميين، احنا بنتكلم بقى انه نيمار على ميسي على كريستيانو على اسماء كل دول هناك بالباسكت ام بي اي على طول. هو نفسه الواحد يعني، هو اصلا الراجل ده حدث، فبالك بقى ده رايح يحضر بيتفرج على ماتش في الام بي اي مثلا، ممكن يكون في الماتشات النوك اوت، يعني مش رايح يتفرج على الفاينل بتاع ماتشات ام بي اي. هو بالنسبه له لانها متعه كبيره جدا، ونفس الاجواء بتاعت الماتشات هناك بتبقى احتفاليه، بتبقى حاجه فعلا بجد يعني مبهره. وهم شاطرين جدا في التسويق للبطوله دي يعني والحدث ده. طيب اديني توقع لمباراه فرانكا البرازيلي بكره محمد. مفيش اي توقعات عشان نبقى احنا اكيد كلنا عندنا يعني امل وعندنا احساس كبير ان شاء الله ان احنا نقدر نكسب، خصوصا ان انت يعني عملت الاصعب. بس المشكله ان ماتش بكره ماتش صعب جدا في كذا نقطه هقولها لك سريعا. اول حاجه ان انت ما فيش وقت انك تقدر تعمل ريكفري بشكل مميز، اعتقد انه مفيش يوم حتى يعني تاني يوم الماتش على طول. خلاص انت ما حتى مش هيعدي عليك 24 ساعه. انت الماتش بتتكلم انه بتوقيت سنغافوره خلص 9، هم هيلعبوا بكره بتوقيت سنغافوره الساعه 4 ولا 5، فانت يعني ما عندك عليك 24 ساعة. فعلا انت احنا عندنا الماتش كان بادئ النهارده الساعه 2، انت الماتش بكره 10 الصبح، فقول الماتش خلص 4 العصر بتوقيتنا احنا،
بكره الماتش هيخلص الساعه 12، يعني انت بتتكلم في حوالي 18 ساعه فرق. انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا دي، فعلا بدنيا هتفرق طبعا، بس طبعا كل المباريات كانت بتتلعب في نفس التوقيتات تقريبا مش كده؟ مظبوط. بس هو كده كده هم النهارده كانوا مريحين، يعني فرقه سيسي فرانكا البرازيلي كان كده كده ما عندوش لعب النهارده، دي عندهم فرصه. تصدق دي بقى حاجه مهمه جدا ان هم عندهم فرصه عنك دلوقتي في الريكفري، وان هم في حاله استشفاء اعلى منك بكتير. بالاضافه لكده هو شافك، هو اتفرج عليك في الملعب. بس احنا نروح الفرنه الحمراء، خلي بالك برضو احنا هنبقى تقال اول ماتش ده. الاهلي بص انا الكلمه دي والله كنت يعني دايما بتكلم فيها مع شجع الاهلي، وما تخافش مالكش دعوه، صح اللي عليك اعمله وما تخافش على الاهلي، الاهلي كده كده هو عارف تكتب، بيلعب بقى بطل امريكا، بيلعب بطل البرازيل، بيلعب اللي يلعبه، انت امن بس بحظوظ فرقتك، يعني انت خليك انت كمشجع خلي عندك الامل ان فرقتك دي تقدر تكسب، انت هتلاقي ده موجود في ارض الملعب. انا كاهلاوي طموحي في اي فرقه بتلبس احمر ان هم واصلين لاعلى مرحله، ده كاهلاوي يعني. انت خلي بالك انتصار النهارده ده صدقني هيحط العاب الصالات في الاهلي كلها في حته ثانيه خالص خلال السنين الجايه، لان انت عندك مشاركه السنه دي، انت عندك ثلاث فرق هتلعب كاس عالم. فرقه الهاندبول احنا هناخدهم بس واحده واحده، عشان هي فرقه الهاندبول اللي هتكون جايه ورا فرقه الباسكت مباشره. وبعديهم الكوره. في كاس العالم فرقه الهاندبول كده كده اوريدي معلقه ميداليه في كاس العالم، لكن هي لما هتبقى شايفها فرقه الباسكت في ظل الصعوبات اللي لانه والفروقات كمان اللي بين الباسكت المصري وبين الحاجات الثانيه اللي باللعيبه دي بعيده جدا. صح. وانت وصلت ان انت بتكسب بطل امريكا، ووصلت ان انت ممكن يعني ان شاء الله ده يحصل، وبكره ان شاء الله نقدر نكسب وتبقى بتلعب على اول وثاني العالم، هيخلي فرقه الهاند بول تقول لا طب انا كده رايح كاس العالم دي انا لا طب وانا مش هروح حتى اقول بقى ناخد رابع اخد ثالث، لا انا حلمي ان انا اخد اللقب زي الفرقه بتاعت الباسكت، فرقه الباسكت مش اقل مني في حاجه او مش افضل مني في حاجه، انا كده كده لازم هشتغل على نفسي. فبقول لك هيحط الالعاب الصالات في حته ثانيه خالص، انتصار تاريخي، انتصار كبير جدا. انا الواحد من الناس بعد ما الماتش خلص كنت حاسس ان انا نزلت في حلم، اللي بيحصل يعني اللي الاهلي عمله ده خارج التوقعات وخارج اي بس يعني انت عندك يقين ان انت كاهلي يقدر ينفذه ويقدر يحققه. يعني يا محمد فعلا كل كلامك صادق، وفعلا كل جمهور الاهلي حاسس الاحساس اللي انت حاسه ده. انا بشكرك يا محمد على التغطيه الوافيه ديت، وانت فعلا اضفت لنا كتير جدا في الكلام عن فريق الباسكت وباقي العاب الصالات. فعلا الهاندبول هيلعب بطوله العالم وهو هدفه انه يبقى ياخد البطوله. النادي الاهلي لكره القدم كمان المره دي عنده بطوله العالم، والمره دي قرعتنا حلوه مش في صف البطل اوروبا، فدي نقطه مهمه جدا. قبل ما نسيب اخبار النادي الاهلي تعال نشوف نتائج الاسبوع اللي فات وهنلعب مين الاسبوع اللي جاي في مختلف العاب الصالات. يلا بينا نروح نشوفها بسرعه. طيب كره اليد رجال، فريق كره اليد رجال في النادي الاهلي بيفوز على الشمس 30-19 في دوري فرق رجال اليد. معانا على الشاشه اهو 30-19 قدام الشمس و 30-21 قدام اصحاب الجهاد، ده بالنسبه لكره اليد رجال. كره اليد سيدات 43-16 امام البنك الاهلي. كاس العالم للانديه طبعا الماتش اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، كره السله 82-76 امام اجنايت الامريكي، ده ماتش معجزه طبعا. نخش على المباريات اللي جايه، بكره عندنا فرانكا البرازيلي في كاس العالم للانديه كره السله، وعندنا يوم 22 برضو بكره الاهلي والطيران بطوله منطقه القاهره لكره السله سيدات، وبكره ايضا بطوله الدوري لكره اليد رجال قدام الاولمبي، وبطوله منطقه القاهره لكره اليد سيدات هنلعب ضد اكتوبر، وبعد بكره بقى 23 الاهلي وسبورتنج بطوله منطقه القاهره لكره اليد سيدات. كمان عندنا في بطوله منطقه القاهره لكره اليد سيدات السكه الحديد يوم 24، وبطوله منطقه القاهره لكره السله سيدات عندنا يوم 26 مصر للتامين، وكره السله سيدات بطوله منطقه القاهره برضو 28 يوم 28/9 هنلاعب هليوبس. يعني كل التوفيق لفرق النادي الاهلي الاسبوع اللي جاي. تعالوا نروح نشوف بقى اخبار كره القدم المصريه. النهارده كان موعد اعلان التصنيف الشهري للمنتخبات اللي بيصدر من الفيفا طبعا، ومنتخب مصر تراجع مركز بقى في المركز ال 35 عالميا، وطبعا بعد خساره تونس اللي احنا الماتش اللي فات ده اللي كان عليه اللغط الكتير ده، لكن منتخب مصر حافظ على ان هو المركز الخامس افريقيا حتى الان. وفي الوقت نفسه منتخب مصر هيلاعب منتخب الجزائر في المعسكر اللي جاي اللي هيكون في دوله الامارات ان شاء الله
في الاجنده الدوليه اللي هي تبدا يوم 9 وتخلص يوم 17 اكتوبر. المنتخب مصر هيلعب مباراتين، الاولى قدام طبعا الاثنين على استاد هزاع بن زايد في العين، الاولى امام منتخب زامبيا يوم 12 اكتوبر، والثانيه امام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 اكتوبر. وفي اطار البرنامج التحضيري لمنتخب مصر لخوض تصفيات كاس العالم 26 وبطوله امم افريقيا 24 اللي هي في يناير اللي جاي ده على طول في كوت ديفوار، مباراه الجزائر هتكون مهمه جدا لان الجزائر هو التصنيف الرابع وانت التصنيف الخامس، فبالتالي مباراه مهمه جدا. والجزائر كسبت السنغال في السنغال وديا في الاجنده الدوليه اللي فاتت، مباراه هتكون كبيره جدا. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في معسكر الكره اللي جاي ده. طبعا طبيعي ان انت تبقى عايز تركز ان انت تفضل تصنيف اول في افريقيا، الخمسه الاوائل احنا لسه في التصنيف الاول في افريقيا، لكن انت كنت الرابع بقيت الخامس، لا انت محافظ على انت الخامس، انت كنت في المركز ال 34 عالميا بقيت في المركز ال 35 عالميا بعد خساره تونس. لسه مع الكره القدم المصريه، ولكن النهارده بقى البرتغالي بيريرا رئيس لجنه الحكام ماشي بالنظام اسبوعي لتقييم الحكام في كل جوله عشان يبقى كل حكم متصنف على مستوى الحكام كلها، وكلف اداره التطوير والتعليم بتجهيز قاعده بيانات لجميع الحكام المشاركين في الدوري الممتاز، وتواصل رئيس لجنه الحكام مع مدير الكره والاداريين بالانديه في الدوري الممتاز انه هيتم تطبيق الوقت بدل الضاع بالشكل اللي شفناه في مونديال قطر الاخير، وكمان طبعا كان بيوصل ل 10 دقائق وربع ساعه فاكرين انتوا الوقت ده. واكد بيريرا ان في الموسم الجديد هيتم منح دقيقه للاعب المصاب واخرى للاحتفال و30 ثانية لإجراء التبديل، كمان طلب عدم الاعتراض على الحكام بشكل مستمر. الراجل ده نتمنى ان هو يطبق الفكر اللي عنده، عنده مجموعة من الأفكار كويسة. لو انت عملت فعلا الوقت الضايع، هو خلاص عمل تصنيف الحكام زي ما حضراتكم عرفته وبقى في حكام للدوري الممتاز بس وللقسم الثاني حكام مختلفين، واللي بيتطور في نهاية الموسم يطلع يشتغل في الدوري الممتاز، واللي أداؤه مش في الدوري الممتاز ينزل للممتاز به. خلي بالكم انا لفت نظري في الاسبوع الاول للدوري زي طبعا ما التصوير مبهر والكلام، وعلى فكره التصوير ده مؤثر على الفار، دي نقطه مهمه جدا، مفيش غير خطا واحد تقريبا تحكيمي اللي هو عليه جدل بتاع ابراهيم نور الدين في ماتش الاسماعيلي ضربه الجزاء الغريبه دي، هو ده الخطا الوحيد اللي عليه جدل، لكن بقيه الماتشات مفيش لحد دلوقتي. انا بقول لحد دلوقتي في الاسبوع الاول الاداء التحكيمي الامن فيه مستتب، ونتمنى ان احنا طبعا يعني الاخطاء تقل طول الموسم. يعني خطا ابراهيم نور الدين ده ضربه جزاء فباينه ومتشافه والفار جايب انها مش ضربه جزاء، فده الخطا الوحيد اللي عليه اختلاف، يعني مش اختلاف هو عليه اتفاق انه خطا، لكن بقيه الماتشات الدوري ماتش الاهلي والماتشات الثانيه كلها مفيش لحد دلوقتي حاله جدل، يعني ممكن يبقى في اخطاء عاديه لكن مفيش حاله جدل. زي ما التصوير بنشيد بيه وبنقول ان لا احنا عندنا تصوير كويس دلوقتي، التصوير ده بيأثر على التحكيم خلي بالك دلوقتي في الفار. كمان انا عايز اشيد بحاجه مهمه جدا، المخرجين في الدوري المصري اتطوروا كتير جدا، بقينا لا الكره بضربه الجزاء بتتعاد بعد ما يبقى في توقف مش تتعاد والماتش شغال، بقينا بنشوف كادرات فنيه عاليه جدا. فانا لا لازم اشيد كمان بمخرجين الدوري المصري لان التصوير من غير مخرجين مش هو ده الاساس، لازم يبقى في تصوير مبهر وكمان مخرج كوره شاطر، الكوره ليها مخرج زي ما السينما ليها مخرج كده الكوره برضو ليها مخرج، ونتمنى ان ده يستمر. يعني انت بدات بدايه بتقدم منتج دوري مصري حلو قوي، ناقصه بس ان الحضور الجماهيري ده بالتدريج ان شاء الله احنا يعني واخدين وعد ان بالتدريج هيبقى فيه حضور جماهيري كبير، لكن كشكل لا منتج الدوري المصري كده تقدر تسوقه بقى، تقدر تشتغل عليه ان انت عندك منتج كويس اهو، تصوير كويس، والتصوير دوت خلي بالك يبرز لعيبتك ويخلي لا احنا قريبين. على فكره شوف في السعوديه لما جم اللعيبه الاوروبيين دول كلهم، انا مثلا في الهلال شايف ان نيمار قريب من سالم الدوسري جدا، يعني ما في سالم الدوسري كمان بيهدف اكتر من نيمار دلوقتي، فلا احنا قريبين جدا، لكن احنا التصوير والكلام ده بيفرق جدا في تسويق منتج الدوري المصري. نروح بقى للكره النسائيه، نجح منتخب سيدات مصر في تحقيق الفوز على جنوب السودان بذهاب المرحله الاولى في التصفيات المؤهله لامم افريقيا لكره القدم للسيدات، يعني مباراه مهمه جدا، ودي مباراه الذهاب لسه في مباراه الاياب، كسبنا 4 اهداف في اول لقاء ليهم، المباراه قيمت على ملعب بترو سبورت، جت الاهداف عن طريق ساميه ادم وحاله مصطفى وامنيه سمير وساره عصام، ويقام لقاء الاياب مساء الاحد، وحاله التاهل هيلعب منتخب مصر امام الفائز من السنغال وموزمبيق، غالبا السنغال يعني هي مش غالبا بنسبه 99.9% في السنغال وصلت ربع نهائي امم افريقيا اللي فاتت بالمناسبه يعني. والجهاز الفني بتاع منتخب السيدات ده بيضم كل من كابتن محمد كمال مدير فني، وإسراء أسامة مدرب عام،
ومحمد عرفات مدرب حراس مرمى، وسالم عاطف محلل اداء، ومحمد خاطر معد بدني، وايمن كمال طبيب ايمان كمال طبيبة المنتخب، ودي لعيبه المنتخب، دي لعيبه سابقه في المنتخب بالمناسبه يعني، وميرت مؤنس اخصائيه علاج طبيعي، وحنان حامد اخصائيه تاهيل، وسونيا سيد مدير اداري المنتخب، واحمد حسن وحسني نصر للمهمات. في عناصر نسائيه كمان للتدريب يا جماعه، ودي نقطه مهمه جدا يعني. يبدو ان كره القدم النسائيه هي الحاجه الوحيده اللي بتتقدم بسرعه في اتحاد الكره المصري. يعني الاسبوع اللي فات منتخب مصر تحت 20 سنه فاز على المغرب مرتين، ودي رغم الفوارق اللي بين المنتخبين نقطه مهمه جدا. دلوقتي بنشوف كمان منتخب الاول لكره القدم النسائيه بيكسب بنتيجه كبيره قدام السودان. دي صحيح في الجوله اللي جايه هتبقى أصعب طبعا قدام السنغال، لكن لا، في فرق كبير جدا على مستوى كل منتخبات النسائية. لكن في النهاية في تطور وفي تقدم ملحوظ ومجهود كبير قوي من دكتورة دينا الرفاعي الحقيقة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على كرة القدم النسائية، وأنا بحييها على المستوى اللي وصلت له الكرة النسائية دي، حقيقة حاجة مشرفة جدا. لسه احنا مع الكرة النسائية، النهاردة بمقر اتحاد الكرة أقيمت قرعة النسخة الجديدة من دوري القسم الأول للسيدات بحضور دكتور دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية. ويشارك في النسخة الجديدة دي بقى من الدوري 16 فريق، وهم طبعا بيراميدز والمصري وطلائع الجيش وفيوتشر والمقاولين وديلبي والبنك الأهلي والمجد الرياضي وسموحة واتحاد بسيون ووادي دجلة ومركز شباب الإمارية والطيران والمعادي واليخت وزد وتوت عنخ آمون. قالت بقى دكتور دينا الرفاعي ان كره القدم النسائيه المصريه بتدخل مرحله تاريخيه جديده بانضمام انديه شعبيه عديده للدوري للمره الاولى منذ تاسيسه، واضافت ان زياده عدد الانديه المشاركه في الدوري الممتاز ل 16 نادي ده يبشر بمستوى مختلف من المنافسه في الموسم القادم اللي هينطلق يوم 20 اكتوبر المقبل. واضافت نتمنى التوفيق لجميع الانديه المشاركه، وأدى نشيد بمجلس اداره اتحاد الكره ولجنه المسابقات تحت اشراف عامر حسين على المجهود المبذول في تنظيم مسابقات الكره النسائيه في الموسم الجديد. نقطه على فكره، ممكن دوري الكره النسائيه يبقى منتظم اكتر، ده مش عشان حاجه يعني، عشان ما فيش ارتباطات افريقيه للانديه وبتاع والكلام ده، فلا ممكن نشوف دوري كره نسائيه منتظم اكتر من دوري الرجال. دي نقطه مهمه يعني بالمناسبه، ونقطه ما نغفلش عنها، لان فعلا هيبقى في تنظيم كويس والمنتخبات بتاعتهم ماشيه بجدول زمني ثابت. بس حسب معلوماتي بقى ان الدوري ده هيبقى من دور واحد وبعد كده تصفيات على البطوله وهبوط. نروح بقى لأخبار كرة القدم العربية والعالمية. انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد، وحصل صادي وأعضاء مجلسه طبعا كلهم على 76 صوت مقابل 5 أصوات صوتوا بلا، وامتنع صوت واحد، وتستمر فترة وليد صادي والمجلس الجديد حتى منتصف عام 2025. يشار إلى أن الجمعية الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم شهدت حضور مراقبين من الاتحادين الدولي والأفريقي لمعاينة عملية التصويت. على فكرة الاتحاد الجزائري في تغييرات دايما خلال الفترة الأخيرة دي، 4 رؤساء للاتحاد الجزائري يعني، فدي نقطة مهمة. رغم أن هم واخدين كاس أمم أفريقيا وبيروحوا كاس عالم والكلام ده كله، لكن دايما في تغيير في الاتحاد في الجزائر. دي نقطة مهمة إن احنا نحطها في الحسبان هنا في مصر، يعني إن الناس دي بتوصل كاس عالم وبياخدوا بطولة أفريقيا وفي نفس الوقت بيغيروا الاتحاد عادي، هو مفيش مشكلة يعني. نروح بعد كده للخبر اللي بعد كده اللي هو خاص بالنجم الأرجنتيني نيلون ميسي والأسباني جوردي ألبا، اللي في سوء حظ كده يعني خلال مباراة فريقهم أمام إنتر ميامي الأمريكي اتصابوا أمام تورونتو ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم. ده بقى قبل أسبوع من نهائي كأس الولايات المتحدة الأفريقية الأمريكية أمام فريق هوستون دينامو، وطلب ميسي من مدرب الفريق مواطنه طبعا جيراردو مارتينو استبداله في الدقيقة 36 من المباراة اللي أقيمت فجر يوم الخميس بعد تقريبا مشاعر بالألم في العضلة الأمامية، وتغير وجاء خروج ميسي من الملعب بعد 3 دقائق من إصابة جوردي ألبا واستبداله أيضا لمعاناته من مشكلة في الفخذ. خرج ميسي وألبا من المباراة وانتهت المباراة 0-0، إلا أن انتر ميامي انهى اللقاء. طبعا هم خرجوا النتيجه 0-0 وانتر ميامي انهى اللقاء 4-0. يعني اصابات اللعيبه في السن بتاع جوردي ألبا وميسي ده المفروض انها يعني بتبقى كتير جدا، بس هو يعني اول اصابه في السن ده فمش مشكله يعني. هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى عشان نكمل باقي فقرات 7 داي سبورت، انتظرونا.
رجعنا لحضراتكم بعد الفصل عشان نختم بقى مع اخبار الكره العالميه. والخبر اللي جاي ده بالنسبه لي انا مستغرب له. طبعا عارفين بيكيه نجم برشلونه الاسباني، تقارير صحفيه ده كمان ايه، خلي بالكم الخبر ده موثق جدا يعني. تقارير صحفيه اسبانيه قالت ان موقف بيكيه، جيرارد بيكيه نجم برشلونه السابق، من الدخول في سباق المنافسه على مقعد رئاسه نادي برشلونه خلال الفتره المقبله، وتنتهي ولايه الرئيس الحالي طبعا خوان لابورتا زي ما حضراتكم عارفين صيف 26. وبحسب صحيفه سبورتس لاكاتالونيا فان احد المديرين التنفيذيين لبرشلونه التقى مع بيكيه قبل عده اسابيع يعني، وتحدثوا سويا حول موقف النجم السابق من الترشح لرئاسه النادي. واضافت الصحيفه بيكيه كان واضحا فهو بعيد عن عالم كره القدم المحترفه حاليا، وفي الوقت الحالي ليست لديه اي نيه للعوده، حيث يشعر بالراحه التامه ولم يكن يفكر حتى الان في المنافسه على رئاسه النادي الكتالوني. واشارت التقارير الى ان بيكيه في الوقت الحالي لا يرى نفسه رئيسا لبرشلونه، حيث ان لديه اولويات اخرى في حياته سواء من الناحيه المهنيه او الشخصيه. انا مستغرب لان بيكيه وهو بيلعب كره كان بيدرس وكان بيذاكر، وكان متوقعين ان ده كادر لبرشلونه جديد، فان انت يبقى عندك فرصه ان انت تجهز عشان تنزل انتخابات وتقول لا بعد اللي انت عملته ده كله. انت خلي بالك في فتره من الفترات كان بيكيه هو اللي بيفاوض اللعيبه، وكان بيكيه هو اللي بيقنع اللعيبه انها ما تمشيش، كان ليه دور مثلا في موضوع نيمار ده، حاول معاه كتير ان هو ما يروحش باريس سان جيرمان لو تفتكروا. التفاصيل دي كلها كانت مؤشر لان بيكيه هيكمل يعني. نشوف بقى خوان لابورتا بقى. خوان لابورتا رئيس نادي برشلونه قال انه مقتنع بان النادي بفضل الاداره الحاليه سيتعافى ماليا في وقت اقرب من المتوقع في الخطه الاستراتيجيه للمؤسسه. وقال لابورتا اليوم الخميس اثناء فعاليه تجديد تعاقد اليخاندرو بلدي حتى عام 28، نحن نتحسن في جميع الجوانب، واعتقد اننا جميعا متفقون على ان لدينا فريق جيد جدا هذا العام. واكد الرئيس ان مجلس الاداره بذل جهود كبيره من اجل الحصول على اللاعبين الحاليين، مشيرا الى ان كل هذا كان يستحق العناء. وعن النتائج الجيده التي يحققها الفريق بقيادة المدرب تشافي هرنانديز، أشار لابورتا إلى أنه عندما ينجح الفريق فأن النادي يلاحظ ذلك. دي خلي بالكم خطة اللي لابورتا حطتها من ساعة ما جه وخد قرض بيها، ومن قبل الانتخابات كمان حطت الخطة. لكن هو شاطر جدا في إدارة الأمور دي بشكل جيد، الأمور المالية تحديدا يعني، هو شاطر جدا في إدارة الأمور المالية دي بشكل جيد. استلم نادي برشلونة في مأزق كبير جدا، عقود كتير جدا للعيبة، مبالغ ضخمة بتتصرف في النادي، وعالج كل ده واحدة واحدة اهوت، وقريب جدا بيكسب وبيقدر ياخد بطولات خلي بالكم، وبينافس السنة دي ماشي كويس قوي في الدوري ونتائج كبيرة لا هو موهوب في إدارة الأزمات. وإخوان لابورتا خلي بالكم من هو رئيس نادي من زمان قوي يعني، راح وجه وبتاع، بس هو لا عنده خبرة في إدارة الأزمات المالية دي كويس قوي. والقرض اللي خده ده أنا دلوقتي واثق إن هو هيسدده، لأنه ماشي كويس جدا ومحافظ على مجموعه اللعيبه اللي عنده، بيقدم نجوم بشكل كويس جدا جدا يعني. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من 7 داي سبورت. نتمنى ان احنا نكون ضفنا ولو جزء بسيط لمشاهدي قناه النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، سواء بتغطيتنا لاخبار النادي الاهلي او للاخبار العالميه. وهنا تنتهي حلقتنا، وفي الختام خير سلامه.